اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم ما نعرفش. ولو كنا نعرف ما كنا جينا. لا كنت هتيجوا برضو يا شيخ عبد منصور، لان انا اللي دعيتكم. تعرفوا الراجل اللي في الصوره ده؟ ده الشيخ ربيع. ربيع مين؟ ما نعرفش. هو اسمه الشيخ ربيع، وده عامل زي الشبح، يجي وقت ما هو عايز ويختفي وقت ما هو عايز. واضح ان ربيع ده اسمه الحركي، ما اكيد شيوخ اكبر قبائل في سيناء هيعرفوا ام الحمى مخبيه عيالها فين. ما هو مش عايش وسطكم ولا لابس طاقه الاخفاء يا باشا.
قلنا لك الشيخ ربيع ده زي الشبح، لا نعرف له عيب ولا مغارة. قدامكم 24 ساعة وتعرفوا لي قراره، تجيبوا لي كل المعلومات الممكنة عنه. عايزنا نصطادلك شبح؟ آه. تصور إن في بني آدمين بيشوفوا الأشباح. إيه؟ بني آدم جاب له أكل، بلغوا خبر، دلوا على طريق، اصطادوا لي بني آدم يعرفوا. أنت إزاي يا سيادة الوزير تسمح لنفسك إنك تجيب دكاترة من بره القصر وتدخلهم؟ إيه؟ بتفضل حاطط الرئيس قدام الناس؟ يا هانم أنا كان لازم أعتمد على دكاترة من الطاقم الطبي بتاعي. وطاقم الرئاسة؟ سيادتك شايف إن هو مش قايم بالواجب ولا إيه؟ الطاقم اللي في القصر كان ممكن يكلفنا حياة الرئيس نفسها، والله أعلم إذا كان هنعرف ننقذها ولا لأ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا يؤسفني أقول لحضرتك لو وظائف الجسد ما رجعتش المعدل الطبيعي خلال 24 ساعة أخاف إن إحنا نكون داخلين على مرحلة موت كلينيكي. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا رياض؟ تجننت ولا إيه؟ أنا عايز تحليل دم كامل لسيادة الرئيس فورا يا دكتور. موضوع الدكاترة ده لنا حساب فيه بعدين، لأن أنا المسؤول هنا عن حماية الرئيس. الدكتور رياض خد إذن مني قبل ما يعمل كده. اللي بيحصل ده إهانة لينا يا سيادة اللواء، وبعدين أنت بأي حق تفرض سيطرتك برجالتك على جناح الرئيس؟ أمال إحنا دورنا إيه؟ أولاً مفيش حاجة اسمها رجالتك ورجالتي. ثانياً المهزلة اللي إحنا فيها دي كانت تحت إشراف رجالتك. الكلام ده معنى إيه؟ يا هانم الإصابة من البداية كانت في كتف سيادة الرئيس. ما تستدعيش الغيبوبة دي كلها. ايوه، لان هو فقد دم كتير. يبقى بالكتير اسبوع، لكن المده دي كلها معناها ان في حاجه غلط، اما خطا في التشخيص من الفريق الطبي اللي موجود هنا، او حد من مصلحته استمرار سياده الرئيس في الغيبوبه اللي فيها دي. وطبعا ما يخفاش عليكم الاختراقات اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي كلها، وفي الحالتين لابد من تدخل طرف خارجي عشان نعدي الكارثه اللي احنا فيها دي. عموما سيادتك اللي انت شايفه صح اعمله. يا فندم الكلام ده معناه اننا عاجزين عن حمايه الرئيس. انا كل اللي يهمني ان الرئيس يقوم بالسلامه بس. ميرسي يا فندم. الارقام اللي بتقولها للاوراق دي كارثه يا كمال، كارثه. يا هاشم يا هاشم، ده لسه مجرد استطلاع راي مبدئي. ايوه بس العينه اللي اشتغلوا عليها ضخمه ضخمه جدا. الله، ازاي الجيزة واسكندرية يضيعوا مننا بس؟ الجيزة لا، الجيزة متقسمة بينكم انتوا التلاتة. واسكندرية؟ مدينة زي اسكندرية ازاي تروح يا فريد حسان؟ افهم ان ده ممكن يحصل في الصعيد، انما في اسكندرية لا. يا هاشم ما انت عارف طول عمر رجالة فريد حسان مسيطرين على البرلمان هناك، وهم اللي عاملين له الشعبية دي. ابتدوا لعب من بدري. اعمل اجتماع مع الناس اللي بره، لازم نقف وقفة بجد، اللي بيحصل ده تهريج. سمية بتتصل. يا اخي بلا سمية بلا، روح اعمل اللي قلت لك عليها كمال. يلا النسكافيه. بقول ايه يا مريم؟ هو ممكن انت وعمر تسافروا وتسيبوني؟ مريم، مريم بكلمك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل. الحقيقة أنا سمعت عن محل بيعمل كنافة بالجمبري تحفة، قلت هعدي نجيبه وندوقه مع بعض، بس للأسف ما يجيش أي حاجة جنب اللي أنت بتعمليه بإيديكي. لا طب لما أنت عارف كده، اشتريت من بره ليه؟ وأنا كنت ممكن أعملها لك ببساطة جديدة. على فكرة أنا بعمل ملوخية بالجمبري تحفة. هو ده اللي أنا عايزه منك بالظبط، تعملي لي الأصناف الهايلة دي بإيديكي بس هناك في بيتي. ده عرض شغل يعني في بيت حضرتك اشتغل طباخه؟ لا ده عرض جواز. جواز؟
لا بجد فاجئتني والله. فريد حسان ما بيضيعش وقت. انا راجل دغري وصريح، ولما بفكر ان انا اعمل حاجه بستخير ربنا في الاول سبحانه وتعالى وبعدين اعملها. يا دكتور، يعني انت شايف ان انا كبرت على موضوع الجواز ده؟ وانا كمان، وعشان كده شايف ان احنا مناسبين لبعض جدا. في الحقيقه ان انت لفت انتباهي من النوبه اللي فاتت لما انا كنت هنا، يعني مش عشان الاكل، لا سمح الله، لا الراجل مش طفل ولا حاجه، لا بس بقولي عشان شويه القبول كده اللي ربنا حطهم بينا وبين بعض. طب انت حضرتك مش متجوز يا دكتور؟ ارمل ولا اعول، وشايف انك انت السكينه والاستقرار اللي الواحد ربنا بيبعتهم له مكافاه في نهايه حياته. بجد يا دكتور انا مش عارفه والله، انا في غايه الحرج ومضطربه ومش عارفه، يعني مش انت فاجئتني؟ انا كمان اتفاجئت زي حضرتك كده، بس بقول ان دي اراده ربنا، واكيد ربنا حطينا في طريق بعض لسبب يعلمه هو، علام الغيوب. وانا يعني ما فكرتش في الخطوه دي، يعني لما خدت راي الاخ سامح وهو اللي اداني الاشاره الخضراء. سامح؟ ها؟ عايزه بقى تفكري كده في الموضوع براحتك وتستخيري ربنا، واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيدلك على الطريق الصح. ينفع امشي؟ ينفع امشي؟ طبعا يا فندم، اتفضل. الف سلامه. سبحان الله، سبحان الله. انت ليه عملت كده؟ هفهمك بعدين يا مكي. يعني اللي كان بيجرى بره ده انتوا كنتوا على علم بيه اكيد. والله سامح لسه قايل لي انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. بس عليك يا سامح، تعالي بس. لا بجد انا زعلانه منك، احرجتني، خليتني في ربع هدومي يا راجل. طب اقعدي بس، انا فاهمك. لا 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 لا، رايحين جواز ايه يا سامح اللي انت بتتكلم عليه ده؟ أنا بناتي بقوا شحطة يا راجل. طب وفيها إيه؟ على فكرة أنا كنت عارف القصة دي. وبعدين بقول لك إيه؟ الفرصة بتيجي الواحد مرة ما بتجيش تاني. لا يا حبيبي، فرصة إيه اللي بتيجي مرة واحدة وما تجيش تاني؟ لا، ده أنا ياما تقدم لي رجالة بيشنبها يحلوا من على المشانق، بس أنا اللي ما كنتش بوافق عشان كنت عاوزة أربي بناتي وأشوف مستقبلهم وأكبرهم. وبعدين موضوع الجواز ده بقى أنا خلاص قفلت عليه من زمان قوي. ده زمان قوي بقى. النهاردة حاجة تانية. النهارده الراجل اللي متقدم لك ده اسمه فريد حسان، يعني تقيله من تقيلات البلد. وبعدين ده مرشح، يعني ممكن في يوم وليله يبقى رئيس جمهوريه. طنط، خدي وقتك في التفكير، ما تخليش حد يضغط عليك وتعملي حاجه انت مش عايزاها. لا يضغط عليها ده ايه؟ هو الجواز في حد يقدر يضغط على حد فيه؟ لا 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 طبعا. فكري براحتك، بس خلي بالك الفرصة بتيجي للواحد مرة وما بتجيش تاني زي ما قلت لك. وبعدين يا ستي فكري في نفسك، أديكي شايفة بناتك أهو، هما فين؟ واحدة خدت طريق وماشية فيه زي الصاروخ، ولا بتبص يمين ولا شمال، ومش معبرانة ولا كأننا من بعيد أهلها، والتانية راحت اترمت في حضن أبوها. أيوه، ولا كأنك ربيتي ولا كبرتي ولا طلع عينك وعين اللي خلفوكي عشانهم، باعوكي في ثانية. اشتري نفسك يا طنط، اشتري مني. هو انت قلت لي يا سامح ان هو مرشح ممكن يعني ينجح ويبقى رئيس جمهورية فعلا؟ تنام طنط امال، تصحى طنط امال، تلاقي نفسك السيدة الأولى. بجد فعلا؟ حضرتك بنفسي لاني واثقه اني ما عملتش حاجه غلط، انا كنت بعمل خير. بس القانون لا يعترف بالخير وحسن النوايا يا نسا منة. ايوه بس انا ما خدتش فلوس في ايدي عشان احط حاجه في جيبي. اوكي، ده مش موجود في اي بلاغ من اللي قدامي. انا بحقق معاكي بتهمه استخدام عملك للترويج لعمليه نصب واحتيال. نصب واحتيال ايه؟ دي جمعيه خيريه موجوده بالفعل، وانا عملت حمله دعايه عشان اجمع لها تبرعات. وبعدين انا قابلت المندوب بتاعي، كان اسمه استاذ توفيق، وطلعت على الورق كله وكان سليم.
وشفت ملفات حسابات البنك؟ لا ما شفتش ملفات حسابات البنك، لاني حتى لو كنت شفتها انا ما بفهمش حاجه في الحسابات. بصي بقى، انا شايف انك لازم تكلمي محامي لان موقفك صعب ومش قليل كمان. من ساعه ما فتحنا ملف القضيه والبلاغات عماله تكتر. خش برجلك اليمين يا عريس. الشمال ما تنفعش ولا ايه؟ لا اليمين احلى في الجواز. اصل دي اول مره اتجوز. حتى يعني لو ما كانتش اول مره، انا حته رخام ابيض كراره، صعب قوي حد يقاومه، فرز اول. رخام ايه وقرار ايه؟ انا جاي اتجوز ولا جاي اشطب؟ احنا رايحين على كارثه كارثه، ولا حد فارق معاه حاجه، الكل اعصابه في ثلاجه. لا وايه؟ مش كفايه ان في مناصره بيني وبين فريد حسان هخشها وهو راكب عليا في استطلاعات الراي؟ اهدى شويه يا هاشم، كل حاجه ماشيه مظبوطه. ماشيه مظبوطه ايه بس عبد الجليل؟ ايه هو اللي مش مظبوط؟ ها؟ احنا كل يوم ماشينا في النازل وانت تقول لي ماشيه مظبوط؟ احنا لو فضلنا على الحد ده يبقى خلاص نقفلها ونروح نقعد في بيوتنا احسن. هاشم انا مش هتناقش معاك وانت بتتكلم بالاسلوب ده. انا فوق في انتظارك. ايه اللي جابك؟ اللي جابك دلوقتي؟ جاي اكلمك طالما ما بتردش على التليفونات. سمية المصايب بتترمى على دماغي دي، من فضلك لو سمحتي ما عنديش استعداد ان انا اتكلم كلمه واحده. اتفضلي على البيت وبعدين بقى ندردش انا وراحتي لو سمحتي. عندك خدوها منين؟ نعم. بتهمنا قضيه مصبوحتي. بينتقموا منها بسببك وانت مش راضي حتى ترد على تليفوناتي. هو ده بس كل اللي انا كنت جاي اقوله لك. خلاص خلاص انا هتصرف، ابعت لها محامي شوف ايه، شوف ايه الموضوع. خلاص دي مجرد بنتك يعني، مش حملتك ولا شغلك ولا حتى السكرتيرة اللي انت كنت بتغير لها على الجرح. سمية لو سمحت احنا مش لوحدنا. ولا يهمني صورتك وبرستيجك. خلاص طالما على حساب بنتي ولا ابني وكيان بيتي ولا يهمني. واعمل حسابك لو بنتي جرى لها حاجه. امشي اطلع بره بره. جمال خد عربيتي بسرعه واطلع وراها، اطمن انها وصلت لحد البيت. القياده ورخصه العربيه. ايوه عشان ايه قصدي؟ ليه؟ هو احنا اللي هنعيده ونزيده؟ من فضلك عايز الرخص. بص ده شارع بيتنا، انا عايزه اروح. وانا عايز اشوف شغلي. عايزه اروح. وانا عايز الرخص من فضلك. انت ما تكلمنيش كده. انت بتزعقيني وانت شاربه. انزلي انزلي وريني الرخص. انزلي فين؟ انا عايزه اروح. انزلي من فضلك. يوه. ايوه يا ماري، سمية اتقفشت في اللجنة. معقولة الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ آه، باين عليها كانت شاربة. أيوه زي ما بقول لك كده بالظبط. طب بقول لك إيه يا جمال؟ خليك وراها. ولو في أي جديد كلمني. مع السلامة.
احنا ما عملناش غير الواجب وطبقنا القانون. السيده سميه الرئيس كان بيسوقها يا محموره، ولما وقفناها في الكمين نزلت تتخانق معانا هشام فين؟ وكل اللي كان موجود في الكمين شاهدين عليها. انصحك سواء كانوا افراد شرطه او ناس عاديه. فين يا مريم؟ أنا آسفة، آسفة أوي يا ريس، أصلي كان عندي حالة اكتئاب وما كنتش عايزة أشوف حد ولا أتكلم مع حد. عرفت اللي حصل؟ هو ده اللي جابني. ليش اللي حصل ده يأثر فيك يا هاشم؟ انت اقوى من كده بكتير، انت اقوى بكل اللي حواليك. حاول ما فين اللي حواليا دول؟ سمية ديكي شايف اللي حصل لها، أتمنى في النهاية بقى عمي. عمي أعلم هو فين، أنا ما أعرفش عنه أي حاجة. صدقني اللي بيحصل لك ده عشان أنت هاشم الرئيس، عشان أنت محدد قدامك كنت عايز إيه وقربت توصل له، لدرجة إن أنا أنسى أقرب الناس ليا. احنا اقرب الناس ليك كمان، وانا والحمله احنا ظهرك اللي هنسندك. لو خليت اللي حصل ده اثر فيك يبقى انت فعلا هتخسر كل حاجه. كمل يا هاشم، يبقى رئيس وصدقني كل المشاكل اللي حواليك دي هتنتهي. أما مشكلة منا وسمية هتنتهي بأسرع وقت. أضمن لك ده بحياتي. عايزك تقف جنبي، ما تسيبنيش، عايزك تكملي معايا المشوار. انا قبل ما تيجي كنت حاسس ان انا زي ما اكون قاعد على جهاز تنفس صناعي. سمعت صوتك حسيت ان انا بتنفس من جديد. وعديني ما تتخليش عني زي كل اللي تخلوا عني. وعديني يا مريم توفي كمي، ما تسيبنيش نكمل المشوار مع بعض. يضهري سنتي.
ازيك يا حاج؟ اهلا عمر يا حبيبي حبيبي حبيبي. وحشتني يا بابا. هتكاس يا ابني زي ده للاستاذ، هتدي اوام اوام. وحشتني. وانت كمان والله. وحشتني يا عمر. ايه الاخبار؟ قول لي قول لي. مالك الفلوس يا عمر؟ ما هو لو في فلوس كنت جيت هنا تاني يا بابا. ايه ايه؟ ما يمكن عملت فلوس واتخبطت في دماغك جايت الدنيا نصيبي. نصيبك؟ هو احنا شركة ولا ايه؟ ولا انت زي اللي خلفك نصاب ولا ايه الحكايه؟ ولا انا مش قدمت لك نصيحه ولا وانت عملت بيها؟ خلاص يبقى لي نصيب في المكسب. تمام مش كده؟ عدل. انا جاي لك النهارده عشان اخد رايك في حاجه مهمه. ايه؟ شغل؟ اه. في فلوس يا عمر؟ في سلطة. الله، وانت جاي تاخد رأيي في حاجة بالشكل ده؟ ده انت لو ما وافقتش يا عمر تبقى حمار زي ابوك. اسمع يا عمر، الدنيا دي حبيبي عارف اما فلوس يا اما نفوس، معاك الاتنين ملك. برضو ايه برضو ليه؟ وفي حد قبل كده قال كلامه غير كده يا حبيبي؟ او لا 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 لا، في حد قبل كده قال كلام زي ده؟ خلاص يبقى حلو. يعني انت تعرف ناس مش حميرة يا عمر بقى. انت قال لك كده؟ وحشتني يا عم فاضل. وحشتني. قالوا لك كلام زي ده؟ ايوه يا بهجت. هاشم وجيهان في بينهم علاقه؟ وطي صوتك كده نتسجن. معلش انا اسف يا بهجت، بس انا مش مصدق. مفيش حاجه مؤكده لغايه دلوقتي. الحاجه الوحيده المؤكده ان جيهان متورطه في حاجه. ايه هي؟ انا مش عارفها. الحاجه التانيه بقى اللي انا مش عارفها وعامله لي خربه في دماغي، ايه اللي يخلي هاشم يهلوس باسمها وهو فقد الوعي؟ غريب. عشان كده بقول لك لو انت جوه المطبخ هتعرف حاجات كتير. يعني انت فاكر انك بالطريقه دي هتقنعني؟ هتقنعك؟ امال انت كنت في البار بتعمل ايه؟ بعمل ايه يعني؟ باباك خلاص عمل الواجب. الراجل ده دماغه بتعجبني موت، بيقنعك باي حاجه هو عايزها. لا بيقنعك ايه؟ ده بيغير حياتك ذاته. ما تسبقش الأحداث أوي كده، أنا لسه ما وافقتش. هنشوف. اشرب العصير. المرشحين على منصب رئاسة الجمهورية واللذان جاء اختيارهما نتيجة لاستطلاعات الرأي التي شاركتم فيها بحماس. قبل أن أشكر من اختاروني في استطلاعات الرأي وهي التي أتت بي إلى هذا المكان، وهو شكر واجب، أحب أن أشكر وأعرب عن امتناني لدماء الذكية الطاهرة، دماء الشهداء التي سالت لتقتنص لنا تلك اللحظات الفارقة من تاريخ وطننا الحبيب. قبل الشكر أحب أن نقرأ الفاتحة. الفاتحة. ما تقرأ الفاتحة أنت كمان ولا مش حافظها؟ ما حدش يزايد عليا في اللقطة دي. أنا بناضل بقالي 30 سنة. النضال في القصور وفي نوادي الروتري. ألا نوادي الروتري يا دكتور فريد؟ على
فكرة نوادر الروتر اللي حضرتك بتتريق عليهم دول قدموا خدمات جليلة للمجتمع. قرى بسيطة دخلها المية والكهرباء والصرف الصحي من نوادي الروتري اللي حضرتك بتتريق عليهم. نوادي الروتري ساعدت ناس كتير قوي، بس ما تجردش بالدين زي ما في ناس تانية بتعمل. احنا ما بنتجرش بحد، بالعكس احنا شايلين الناس على كتافنا من فوق. انا راجل بسيط وغلبان وطالع من وسط الناس، وعارف الناس عايزة ايه، عارف مشاكلهم وألمهم وأحلامهم. الناس عايزة تعيش في مكارم الأخلاق مرة أخرى. الناس عايزين يحسوا بأن في حد بياخد بإيديهم، يعرفهم دنياهم، يعرفهم دينهم على وجه الخصوص. الناس عايزة اللي يعرفها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. واللي هيقدر يعمل ده احنا، مش حد غيرنا. اذا كان الدكتور فريد بيقصدني انا بالكلام ده، فانا اخر واحد ممكن يتوجه له الكلام ده، وهو عارفني كويس. طبعا انا في وشي مفيش دقن وضع، مفيش زبيبة في قرطي، اكيد مش ماسك سبحة في يدي. بس انا زي عموم الناس، زي اغلب المصريين اللي بنشوفهم قبل طول الوقت. الدكتور فريد نسي ان المصريين دول فيهم مسلمين وغير مسلمين. المصريين دول المسلمين وغير المسلمين عاوزين القانون اللي يطبع الكل. نفسهم في حاجة نفسهم في العدل. قبل الفصل هنطلب من كل مرشح يوجه سؤال للمرشح الآخر، بس أستأذنكم تكون الإجابة بعد الفصل. أنا عندي سؤال مهم قوي لهاشم، تقريبا مصر كلها بتسأله الأسبوع اللي فات. إذا لم يستطع أن يسيطر على زوجة تخرج إلى الشوارع في حالة سكر بين، فكيف سيستطيع أن يسيطر على بلد بحجم البلد دي؟ يا لهوي، هو في خضة كده؟ بقالي شوية مشتاقلك يا بنت. وأنا شرح بس مكسوفة، اكمن أهلك داخلين طالعين علينا يعني. هي نوجة نامت؟ أو لو صاحية، هو بيفرق معاك يا بجح؟ هي البت منال فين؟ فرق معاك يعني؟ بصراحة مش فارقة. سهران دي لحد دلوقتي؟ مفيش، بفكر. لسه بتفكر فيها؟ يا مندي مريم مش بتاعتك دي، اختي وانا عارفاها طول عمرها، بس اللي بعيد. ابعد حاجه ممكن تتخيلها يا جمال. بس هي وعدتني، وامك كمان وعدتني. اسمع كلامي، مريم حلم مش هيتحقق. ما تبص على الواقع اللي انت عايش فيه. انهي واقع؟ الواقع العاطل ومفلس، ولا سايب الدنيا كلها وجاي عايش في جزيره بحكمها بلطجي؟ ده الواقع اللي انت عايزين اشوفه؟ لا، عايزك تبص جوايا، تفتش معني، يمكن تلاقي اللي بتتمناه، تبقى هي دي اللي تساعدك. وانا لا، متحاولش تهرب، مستنيه اللحظه دي بقالي كتير كتير قوي. شيء في
فين قساوه امي جاريها ورا الفلوس؟ حتى مريم مش شايفانا اصلا. لحد ما ظهرت انت حسيت ان ربنا بعت لي كل اللي بتمناه. نفسي تحس بيا يا ربي، تحلم بيا زي ما حلمت بيك. بحبك قوي يا جميل، بحبك قوي. ايه ده يا هشام؟ من فضلك تهدى، كنا متوقعين ان فريد هيضرب تحت الحزام. يا اخي مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. يلا، انا كنت فاكر انه لسه عنده شويه مبادئ. طب يعمل اعتبار ان احنا كنا في يوم من الايام اصحاب يا اخي. الليله اللي احنا فيها دي يا ريس ما فيهاش اصحاب. اللي حصل حصل خلاص، انت هتطلع تنفي زي ما اتفقنا قبل كده. خلقت مع الضابط وهم اللي لفقوا لها موضوع السكر ده. ايه ده ايه ده؟ انت فاكر الناس هتصدق الكلام ده؟ لما نقول انه ظابط محسوب عليهم هيصدقوا يا مريم. كمال كمال، انا مش هبني مستقبلي ابدا على الكذب يا اخي. هيبتدي مشواره الرئاسي بالكذب على الناس. لعلمك الناس بتعرف الكذاب من عينيه، ساعتها فعلا هتخسر كل حاجه. انا مش عاوز كلام، انا عاوز حلول. قولوا لي انتوا الاثنين اعمل ايه؟ تعمل زي اي راجل شرقي، لو مراته دست على كرامته تبقى الراجل القوي اللي الناس مستنياه. عاقب الغلطان بنفسك. انت بتقولي ايه؟ انهي بنفسك العلاقه اللي هتدمرك، يا اما هتعيش طول عمرك اسمك موصوم بالعار. ساعتها بقى انسى مستقبلك السياسي ده تماما. انا لما جيت هنا تخيلتش صديقي العزيز هستخدم الاسلوب الرخيص ده. اتكلم عن بيتي اللي كنت بفضل ان هو يكون بعيد عن المنافسه اللي بيني وبينه. احنا عاوزين دوله القانون فيها بيطبع كبير وصغير، محدش فوق القانون. بيغلط لازم يتحاسب، اللي بيغلط لازم يتحاسب. ودي مش شعارات، ده واقع عايزين نعيشه. عشان كده نتيجة لتصرفات مدام سمية غير مسؤولة، أنا بعلن قدام الجميع إن هي طالب. يا طالب.
حبة ظروف اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجع ياخد مكانه فرحها ويروح، ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح. حبت ظروف اتجمعت على شكل واحده قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح. كل كانوا فرحها روح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين اتهدمين واتعلمين اعتدالي، شر الحريم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. في ماضي لازم يتنسي ويتداس.